طالما حزب سياسي والاعضاء نتاعو على الميدان يبداو بشويه بشويه يتخلطوا على فئه معينه من المواطنين، لكن يختاروهم باستراتيجيه محكمه. اذا كان مثلا عائله محتاجه في بلاصه ما اللي دايرين بها مش محتاجه ما يمشيولهاش، لازم يمشيو لبلاصه اللي المناخ نتاعها كله محتاج باش الاخرين يسمعوا ويوليو يجري في جرته. وهذا مبين وريناكم حتى الشكل مره اخرى. والفلوس هذيك بعد يعطيها شيك معتمد. السيد هذاك باش يمشي يجبد الشيك من البنك يقول له ما تجبدش على خاطر الشيك مش باسمك، هذا يعطيه لي السيد معتمد، برا رجع السيد معتمد. يرجع المعتمد يقول له سي نورمال على خاطر انت باش نحسنوا لك المسكن. هذاك راهو نتاع سيمان ونتاع ياجور ودار شنو، امشي للشركه الفلانيه. يمشي للشركة الفلانية يجيبوا له سلعة مقدرها 700 دينار ولا 800 دينار في عوض المليون، وكي يجي نتبعوا الشركة نلقاوها هي أيضا داخلة في السيركوي اللي هي موالية للحزب نفسه. بالتالي فلوس الشعب تخرج تدور 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 وترجع للحزب، وفي الثنية نلموا له ماكسيموم تاع ناس تاع أصوات تاع ناس لا حول ولا قوة لها إلا مع كل أسف استغلال صوت. ويقول لي جيب لي اثباتات. ويقولوا لنا وين المجتمع المدني اللي ما جابش الاثباتات؟ في وينكم هاكم 14000 بين عتيد اوفياء ومراقبون وما نعرفش دار شنو، في وين الاثبات؟ يا اخي بلاتش تحب نعرض روحي احنا زاد للكرتوش. ما كل واحد يقوم مهام ونحن ملاحظين، نحن نرصدوا، نحن نراقبوا، نبعثوا التقارير. الكم الهائل من التقارير اللي بعثناه والمراسلات الرسميه اللي بعثناها للهيئه العليا المستقله للانتخابات وما كانت عليها حتى رد، ونقولوا حتى الصفر رد. حرم العديد من التونسيين من حقهم، وهذا يعتبر اخلال، والحرمان عندما يكون من بسبب لبس وبسبب عدم وضوح القانون وبسبب عدم اعمال مبدا الشفافيه وبسبب عدم قدرة الجهة المشرفة على الانتخابات لإنفاذ النصوص القانونية بطريقة واضحة، لأنه فقط في إشارة صغيرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعطيت لها سلطة ترتيبية خاصة في مجال الانتخابات، إلا أننا نلاحظ أن هذه السلطة لم تمارس كما يجب. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدأت في إصدار القرارات في بداية مارس، إلى اليوم تم تقريبا 33 قرار صدر عن الهيئة وتقريبا 5 أدلة قانونية، ولكن حتى لا أطيل عليكم نقول أن ما الجدوى كما قالت المحكمة الإدارية من دليل يصدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتكون هي الأولى التي تقوم بخطه. وأعطي مثال فقط على ختم أوراق التصويت في الدليل وفي القرار، القانون واضح يقول أنها تختم من الأربع جهات في التكوين الذي قامت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعطت تعليمات قالت أقبلوا حتى الأوراق المختومة من جهتين، وهذا يعتبر إخلال جسيم بالقانون. أذكر فقط بقرار المحكمة الإدارية في 2011 اللي يقول أن كل الأدلة وكل القرارات الترتيبية الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي ملزمة أولا وبالذات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. فماذا يفعل المواطن عندما لا تلتزم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنصوص القانونية الصادرة عنها، ولمن يذهب عندما يحرم من ممارسة حق التشكي أو حق التقاضي أو تفرض عليه أجالا غير معقولة؟ أما في سير العملية في حد ذاتها، نلاحظ أن هناك إخلالات قانونية تمس بإجراءات التسجيل، من بينها أنه وقع عدم التثبت مثلا بالهوية. مثلا لاحظنا في 6% من المكاتب التسجيل اللي لاحظناها، لاحظنا أن 6% لم يقع فيها تثبت من الهوية أو اعتماد عوض عن بطاقة التعريف أو جواز السفر، بطاقة علاج، شهادة سياقة، أشياء من هذا القبيل. وهذا والا نسخه من بطاقه التعريف او كان يطلب من الشخص يعطيه الرقم نتاعو الشفوي، وهذا ما حجره الاجراءات النص على ذلك. كذلك لاحظنا عدم تسليم وصل الى في 9% من الحالات الى النخب،
لأنه وكذلك عدم إعلامهم بوجود التثبت من أسمائهم وعند النشر ومن إمكانية الطعون في صورة عدم وجود اسمهم ضمن قائمات الناخبين. زيادة عن كون هذه المكاتب كانت في مجملها خاصة خلال الفترة الثانية مغلقة خلال أيام الأحد والسبت في العديد من المكاتب في كل دوائر الانتخابية. بالنسبة لنشر القائمات، تعرفوا ثم لتعليق القائمات، إذا كانت هناك فترة للتعليق، خاطر كانت ثم هناك فترة أولى للتسجيل، ثم ثالثها فترة تمديد، ثم فترة ثانية تواصلت في شهر أوت. إذا فترة التعليق الناخبين الأولى كانت مدة ثلاثة أيام، وكانت قصيرة، معناها كانت على حساب الطعون. زيادة على ذلك، أما الفترة التعليق بالنسبة للفترة الثانية كان يوم فقط وذلك يوم 1 سبتمبر. إذا قصر فترة التعليق ما تخليش الإنسان إنه يتمكن من إنه يمشي ويشوف الاسم تاعه ويثبت به، هذه من ناحية. إذا هي فبالتالي وقت اللي تمنعه إنه يمارس حقه في الطعن ويمارس حقه في تصحيح وغيره. الشيء الثاني إنه تم نشر هذه القائمات في البلاد التونسية في الدوائر الانتخابية وكذلك المعتمديات وكذلك على موقع الويب. مع العلم ان الناس كل ما تنجمش ما تعرفش كيفاش تتعامل مع موقع الويب والا ما عندهاش، وهذايا الشباب والعديد من الناس عندهم صحيح، لكن فما العديد منهم ما عندهمش. اذا هذه الطريقة خليتهم ما ينجموش يطلعوا بصفة مباشرة على والا يلزمهم يتنقلوا باش يعرفوا تسجيل قائمتهم. لاحظنا كثير لكثير من الأحزاب لم تحترم القانون الانتخابي اللي هو يجبر أي قائمة على أنها تعلم 48 ساعة الهيئة الفرعية. دونك فما كثير من النشاطات الحزبية في نطاق الحملة الانتخابية اللي ما كانتش الهيئة في علم بها، وساعات كانت الهيئة آخر من يعلم. كما لاحظنا معناتها هي احيانا تمنع النشاط هذايا، واحيانا ما كانتش تمنعه رغم علمها به. كيفاش كان تعامل الهيئه مع اختراقات هذه؟ انا لو قلت اللي ما فماش برشا انضباط، فماش ياسر ثقافه نتاع الاحترام نتاع القانون من قبل العديد والعديد من القائمات. مره يعلموا وعشره ما يعلموش، ويعملوا معناتها حاجات هكاكا سوفاج كيما جي جي. الوغ احنا الهيئه سخرت 1200 مراقب على حد هذا شنو اللي قالت، لكن احنا طالبنا باش يعطيونا مثلا لي كوردوني نتاعهم باش نتكلموهم، خاطر احنا نخاف حاجات نرفعوهم، لكن ماذا بينا الهيئه تتدخل. دونك حبينا يكون فما التفاعل ما بيناتنا احنا والهيئه باش احنا نعطيهم شنو اللي فما وهما يتصرفوا. هذا لقينا ساعة ما عطاوناش في الكوردوني تاع 1200 هذوما، ما نجمش يعني نظلم الهيئات الكل، فما هيئات تفاعلت معناتها من ناحية القبول استقبال، من ناحية المد للملاحظين نتاعنا باللي عندهم، فهمت؟ فما معناتها هيئات تفاعلت، لكن اللي لاحظناه أن الضعف معناتها ماهيش صرامة في تطبيق القانون، فما معناتها أن ليسي آلي، فما فهمت؟ في شفنا معناتها احنا تقريبا معناتها تركوا فيهم يجيو يشوفوا شنو اللي صار، ها هو التصاور، ها هو شنو اللي صار، تصرفوا. فهمت؟ فما حضور محترم، فما نبطء، فما لا في يعني اذا كان طارت يعملوا تنبيه.